ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بارك الله تعالى لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك قديم، بر الرؤوف الرحيم، ورب حليم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين بالإمام الحكم الرجل العادل. اللهم ربنا خذل الكفرة والمشركين والمنافقين والمضلين والظالمين. اللهم ربنا بدد شملهم، اللهم ربنا فرق جمعهم، اللهم ربنا وخرب ديارهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا واجعلنا منهم. اللهم ربنا واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ولا تجعلنا منهم. تعادلوا يا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون.